مثلث برمودا من الاساطير. القصص اللي اول صراحه كان يعني ذكراها ايام يمكن كنت صغير يمكن طفل، كان صيتها عالي فكانت شيء مرعب. فكان في شارع يودينا على هافمون ايام المراهقه، كنا نطلع مع الشباب في شارع يختصر لنا مده من الخبر الى هافمون، يسمونه طريق برمودا، برمودا اذا ما خاب ظني، ايوه طريق برمودا. فاسم برمودا ذكرني في مثلث رمادا، ثلاث مثلث برمودا، سوري ايوه برمودا في برمودا. فكان يخوفني ذاك الشارع. فعلى طاري مثلث برمودا، قلت خليني اقول اتكلم عن تاريخ مثلث برمودا، ايش قصته؟ اللي الاشياء اللي تروح داخلها تختفي ما يعرفون وينها، ايش قصتها ذي؟ طبعا مو انا بحثت عنها، انا اقرا عن قصة اتلانتا سيتي اللي تكلمت عنها امس. مرت ذي هي واحدة من النظريات اللي تثبت وجودها. مثلث برمودا اشياء بدأت تصير فيها غريبة، بدأت يلاحظونها في عام 1916 خلال فترة الحرب العالمية الاولى، باخرة امريكية بتتوجه على اوروبا او على جنوب امريكا، اختفت. في خلالها ارسلت الحكومة الامريكية فرق بحث لانه يحتاجون انه ريتريف سمثينج، يعني يجيبون من الاشياء الحطام ولا الموتى ولا ذا، واضافة على المعدات اللي موجودة لانها كانت باخرة نيفي، كانت حربية، يعني يحتاجون انه ياخذون المعدات اللي فيها، واذا صار في جثث يروحون ياخذونها. لكن بحثوا بحثوا وما لقوا شيء، قالوا خلاص انتهت القضية، اختطفت ولا شيء، المهم انها اتس ديسابيرد، يعني شيء صار للقضية ذي وخلاها تختفي، بس انها ما عطوها الأهمية الكاملة انها ليش اختفت وينها. ومن الأحداث اللي صارت اللي تذكر سجلها التاريخ في مثلث برمودا، او الأحداث اللي صارت في خلال الحرب العالمية الثانية، مع مشاكلهم كلها في الحرب العالميات. خلال الحرب العالمية الثانية كان في 5 طيارين طالعين تدريب لمهمة عسكرية، يعني تدريب عسكري على نفس الجهة اللي اختفت فيها آخر تواصل بينهم. كلم واحد من الطيارين للمركز وقال لهم إن البواصلتين اللي عندي قاعدين يلعبون، الأساسية والاحتياطية. السيناريو انعاد على قضية البحث، أرسلوا فرق يبحثون يشوفون إذا في حطام، إذا نزلوا، إذا خلص البنزين أو البترول حق الطيارة، وينهم؟ اختفوا. قالوا في شيء مو طبيعي، المنطقة ذي سجلنا أكثر من حالة اختفاء، ما ندري وينهم. طبعا نتكلم احنا عن المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي عميق، في أشياء إذا نزلنا في أشياء تحت قاع البحر احتمال ان احنا ما وصلناها، يعني في the deepest point ما قدرنا في العلم الحالي ما نقدر نوصل لها. طبعا في الآخر البحوثات اكتشفوا بعدين في الأخير ان مثلث برمودا، يعني هذا في العصر العشرين، يعني 20th century، فاكتشفوا انها اساسا عواصف، واحيانا يصير بسبب الارض، الصخر الارض الجيولوجية حقت الارض ذي فيها ذبذبات تخلي البوصلة ما تضبط، الكوميونيكيشن يعني get lost there، فما فيها اي قضية ان الواحد يقول انها سوبر نيتشر. ولأنها منطقة بركانية فتصير فقاعات بحيث إنها تغرق السفينة بسبب حركة الموج، مع اللي هو التصميم اللي السفينة ما يتحمل فتنكسر فتغطس تحت في قاع البحر وما حد يقدر يوصل لها بسبب العمق الزائد يعني. فقالوا خلاص قفلنا الموضوع. طبعا الحين جايين مؤيدين نظرية أفلاطون يبون يعرفون الحين. قالوا لأن مدينة أطلانتس المفقودة يعني غنية بالنحاس، فممكن المعدن مع الأشياء ذي هي اللي تسبب اللي هي
مشاكل التواصل بين الطائرات والسفن في ذيك المنطقة. طبعا قفلوا على القضية، اعتبروها انه خلاص ما يحتاج انه يصير فيها دبيت على موضوع انه نروح ندور عليهم ولا ما ندور عليهم، اللي ما نلقاه ما نلقاه وخلاص. فان شاء الله نكتشف اكثر في البحر.